جاهز معانا. مساء الخير يا محمد. مساء الخير الزميل عزيز احمد، يعني تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي السلسه في كل مكان. طيب خلينا اتفق على حاجه يا ابو حميد من الاول كده، انه الفتره اللي جايه كلها ايا كانت مواجهات الاهلي وحتى ماتش الاربع اللي احنا مش عارفين مصيره ايه وهتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي، مرتبطه بشكل كبير جدا بطمانه الفريق على ماتش نهائي افريقيا المتوقع او المنتظر يكون يوم الاثنين اللي جاي. فيهمني كمان مش بس اطمن على حاله الفريق اللي هيلعب النهارده، لكن حاله الفريق بشكل عام يا محمد، حتى مع الغيابات ياسر عبد المنعم، سليه، ديانج، حمدي، يعني الفريق بشكل كامل. بالفعل زي ما قلت الزميل العزيز احمد، يمكن زي ما قلت المرحله دي مهمه جدا، سواء مباراه انبي او كمان المباراه اللي فاتت والمباراه اللي جايه، خاصه انك انت بتقفل الصفحه المحليه بعد مباراه اليوم باذن الله، وبتفتح صفحه مهمه جدا وهي نهائي دوري ابطال افريقيا. زي ما بنقول يعني في هذه الفتره هو ده اللي يهمنا كلنا كجماهير النادي الاهلي وعلى مستوى الجماهير نفسه. يعني عايز اطمنك على الفريق برغم الغيابات، زي ما انت قلت عدد كبير جدا من الغيابات، تقريبا خط الدفاع كله وكمان محور الارتكاز كلهم غائبين، لكن عايز اطمنك ان كان جمعني حديث مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق، يمكن طمنا على اللاعبين كلهم ان شاء الله باذن الله رب العالمين كل اللاعبين هيكونوا متاحين تحت امر الجهاز الفني ولاقين من الناحيه الطبيه باذن الله قبل نهائي افريقيا المقرر ل 30 مايو الجاري، او زي ما انت قلت يوم الاثنين المقبل باذن الله. ان شاء الله كل اللاعبين هيكونوا متاحين. اللعيب الوحيد بس اللي فيه يعني شكوك حول لحاق بالمباراه من عدمه هو مدافع الفريق محمد عبد المنعم، ولكن يعني العمل بيجري بشكل كبير جدا، ومحمد عنده تصميم كبير جدا ان شاء الله بكل الوسائل هيشتغل مع الجهاز الفني باقصى ما اوتي يعني من قوه عشان يكون موجود باذن الله في مباراه كبيره زي مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن انت كنت بتعرض يا احمد من لحظات، يعني لحظات خروج الجهاز الفني من غرفه المحاضرات. عايز اقول لك ان بعد ما الجهاز الفني خرج، يمكن اللقطات دي من لحظات اللاعبين ما زالوا في غرفه المحاضرات بيعقدوا اجتماع زي ما بنقول كده ما بينهم في قاعده مع اللاعبين، ودي عاده دايما لاعيب النادي الاهلي ان هم دايما على قلب راجل واحد، هم فريق واحد كلهم كتفهم في كتف بعض زي ما بيقولوا، خاصه في هذه اللحظات الحاسمه من عمر مسابقه دوري ابطال افريقيا. وزي طبعا لما زي ما انت قلت في مقدمتك اللي مرتبطه بشكل كبير جدا بمباراه اليوم، ان زي ما بيقول احتمال كبير جدا تبقى هي البروفه الاخيره قبل السفر للمغرب لمواجهه الوداد ان شاء الله في نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن الاجواء هنا اكثر من رائعه ما بين اللاعبين وبعضهم برغم غياب عدد كبير جدا زي ما انت قلت من اللاعبين، ولكن عهدنا دايما بلعيبه النادي الاهلي ان هم قلبهم على قلب بعض، رجاله في المواقف الصعبه. اي 11 رجل بيحملوا قميص النادي الاهلي او بيرتدوا قميص النادي الاهلي فهم عند الميعاد باذن الله، والاهلي دايما بمن حضر. يمكن احاديث كبيره جدا ما بين الجهاز الفني وبعضه، وكمان ما بين اللاعبين وبعضهم عن اهميه مباراه اليوم، وكمان اهميه المرحله المقبله لتحقيق كل امان وطموحات جماهير النادي الاهلي والفوز ان شاء الله بكل البطولات، سواء بطوله الدوري المحلي واستعاده اللقب ثاني مره للجزيره، او كمان دوري ابطال افريقيا البطوله المحببه لكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله يا رب تبقى الثالثه على التوالي وال11 في تاريخ النادي الاهلي. زي ما قلت لك يمكن الفريق بدا استعداده مبكره جدا في 11 صباحا، كان الفطار من بعد والغدا في الثالثه، يمكن كانت المحاضره الفنيه في تمام الخامسه والنصف، وبعدها يعني الجهاز الفني زي ما قلت لك انت لسه شايفه حالا على الهواء مباشره بيخرج من غرفه المحاضرات، ومن بعده اللاعبين بعد انتهاء اجتماعهم باذن الله هيكون في وجبه خفيفه ان شاء الله في تمام السابعه الا ربع، ومن بعدها ان شاء الله الفريق يتحرك لملعب القولون العرب. محمد عايز اطمن منك على حاله الشناوي برضه، عايز اطمن منك تطمننا وتطمن جمهور النادي الاهلي على حاله محمد الشناوي. لا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، محمد الشناوي الحمد لله معافى تماما من الناحيه الطبيه والفنيه، يمكن كمان اطمننا عليه من امبارح ومشاركته بشكل طبيعي جدا في المران الجماعي للفريق، وموجود طبعا كقائد للفريق هنا في فندق الاقامه، يمكن اجتماعات دايما مع اللاعبين وبيحثهم دايما على اهميه هذه المرحله وهذه المباريات واهميه فرحه وتحقيق طموح لجماهير النادي الاهلي وتحقيق البطوله الافريقيه برغم كل الصعوبات. ولكن الفريق عايز اطمنك يا احمد واطمن كل جماهير النادي الاهلي، كلنا مصممين، اللاعبين كلهم في كلامهم ان هم عندهم هدف واحد، مركزين جدا في هدفهم هو اسعاد جماهير النادي الاهلي وتحقيق البطوله الثالثه على التوالي، ومن قبلها ان شاء الله المباراه المهمه خاصه في ظل الغيابات وفي ظل الحاله الفنيه العاليه جدا لفريق انبي، اللعيبه مركزه جدا، الجهاز الفني مركز جدا ان شاء الله نعمل مباراه كبيره النهارده امام خصم قوي جدا وفريق محترم مع جهاز فني محترم بقياده كابتن حلمي طولان بالطبع، وان شاء الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. يعني زي ما بقول لك لحظات، وان شاء الله نتحرك على ملعب القولون العرب لاداء المباراه، وان شاء الله باذن الله دعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق، ويبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه. بشكرك شكرا.